السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا la communication et acte de langage اللي عندكم في la page 168. غادي نشوفوا الصفحة 168. La situation الثانية. alors يطلبوا منكم أنكم تكتبوا تعاودوا على ان سيجور ان انديكون لو طون كو تو باسي لابا يعني ان سيجور لي دوزتو في العربيه. نقرا لكم لا سيتواسيون. قال لكم بوندون لي فاكونس tu as rendu visite à tes grands-parents. rendre visite هي الزياره سيتادير زرتي جدودك في العربيه ولا في الباديه على كومباني. raconte ton séjour تعاود لينا لو سيجور ديالك c'est-à-dire l'ayam li qdiyeh tma en indiquant le temps que tu as passé là-bas. غادي تقول لنا الوقت اللي دوزتي تما. les activités faites ensemble شنو هما الانشطه اللي كنتو كديروا ensemble. les moments passés en famille ou الوقت اللي دوزتي مع العائله ديالك. et toi des images ci-dessous وتقدر تستعن بثلاثه ديال الصور اللي عطاوك. سي بون. alors comme العاده غادي نعطيكم جمل اللي يقدروا يعاونوكم في الكتابه ديال النص ديالكم. يعني ما غاديش نعطيكم النص كما كنقول لكم ماشي نعطيكم النص مكتوب مي غادي نعطيكم بعض الجمل اللي غادي يعاونوكم باش تكتبوا. alors comme introduction كبدايه ما غاديش نوصلوا وندخلوا في النص مباشره ولا ما غاديش نوصلوا وندخلوا في العرض مباشره. ضروري كندير واحد المقدمه صغيره. alors في المقدمه تقدروا تقولوا كو l'été dernier ولا le printemps dernier. l'été هو الصيف يعني الصيف اللي داز ولا فصل الربيع اللي داز. je suis allé ولا je suis allé. كنتي دري غادي دير allé الاولى بلا او ولا كنتي بنت غادي ديري allé avec e accent e. غادي الا كنتي بنت اللي كتكتبي النص غادي ديري allé اللي بين قوسين. alors je suis allé à la campagne chez mes grands parents. voilà الصيف اللي داز ولا الربيع اللي داز مشيت للعروبيه ولا مشيت للباديه عند جدودي. هذه الانترودكسيون الاولى. الانترودكسيون الثانيه تقدروا تكتبوا لاني ديرنيير سيتادير العام اللي داز ولا السنه الماضيه. nous avons rendu visite à mes grands-parents à la campagne. nous avons rendu visite فاش كتمشي تزور شي واحد كنقول j'ai rendu visite. سي بون يعني مشيت زرت جدودي في العروبيه ولا في الباديه. هذه تقدروا تكتبوها كوم انترودكسيون. عندكم اون انترودكسيون اخرى تقدروا تزيدوها من راسكم. pardon. alors في la description ديال la campagne بعض المرات واخا كتكون كتكتب واحد النص اللي كتعاود فيه فاش كتدخل فيه بعض الجمل اللي كتكون كدير فيها الوصف اللي هي la description فاش كدير الوصف ديال داكشي اللي كتهضر عليه النص كيولي عندك غيش كيولي عندك غني كيولي صديق النص الكتابه ديالو كتولي زوينه. alors هنا انا دخلت لكم شويه ديال الوصف ديال العربيه اللي تقدروا تستعنوا به. alors الاولى تقدروا تقولوا كيل ايتي بيل سيت كومباني يعني شحال كانت زوينه هذيك لا كومباني هذيك الباديه. كيل ايتي بيل افيك سون تابي فير ديكوري دو فلور ملتي كولور اي سون سولي كي جيت سي ريون لومينو سور لونيفير. يعني غادي تقولوا كانت زوينه هذيك العروبيه افيك سون تابي فير. لو تابي نورمالمون هي الزربيه. هنا ما كنعنيوش ان العروبيه كانت فيها زربيه مي بلوتو كنعنيو انه كان فيها الربيع بزاف وفاش كتسرها عينيك كيبان لك بحال شي زربيه. لو تابي فيغ هو استاجير كان فيها الربيع خضر ديكوري وداك الربيع كان مزوق بدي فلور كان مزوق بالازهار ولا بالورود ملتي كولور يعني ملونه مزركشه. هاد الورده الزفراء هادي بيضاء هادي خضراء هادي حمراء يعني فيها الالوان بزاف. اي سون سولي لو سولي هي الشمس كي جات سي غيون لومينو سور لونيفير. فوالا اشعه ديال الشمس اللي كتطلق في لونيفير. هذيك الوصف الاول. الوصف الثاني تقدروا تختاروا واحد من هادو وتكتبوه. الوصف الثاني نقدروا نقولوا فيه إليا دي هوت مونتاني كي توش لو سييل لا مونتاني او بيان لي مونتاني هما الجبال. هنا قلنا كو لي مونتاني يلتوش لو سييل بيان سور كو الجبال ما كيمسوش لو سييل ما كيمسوش السما مي هذا تعبير مجازي استاجير هنا المعنى ديال هاد الكتابه هادي ان لي مونتاني كانوا عاليين بزاف. son ciel bleu décoré de magnifiques nuages. le ciel هو السما.
bleu يعني اللون ديالو ازرق ديكوري دو مانيفيك نواج لي نواج هما السحاب ولا الضباب ولا الغمام سي بون صادير السما كانت مزوقه ولا مزركشه بالغمام اون ادميراسيون دان اغريابل بيزاج اون ادميراسيون الوغ لو بيزاج هي واحد الكلمه كتقال فاش كتشوفوا شي منظر اللي هو زوين بزاف مثلا فاش كتكون غادي بين الجبال وكتلقى واحد الشلال كنقولوا سي ان بو بيزاج ولا ان اغريابل بيزاج بيزاج هو منظر جميل دابا فاش كتشوف مثلا السماء فيها واحد المنظر زوين فيه الغيام مع الجبال كنقولوا ان بو بيزاج الوغ بيزاج هذا الشيء علاش كنطلقوا ليه يعني هذا الشيء علاش كنقولوه دابا غادي نشوفوا شنو هما الانشطه اللي ممكن الناس يديروا مثلا فاش كيمشيو للباديه ولا فاش كيمشيو للعروبيه اشنو ممكن دير تقدروا و بوفي فيزيتي اون فيرم اون فيرم هي الفيرما بالدارجه ديالنا حنا كنقولوا راه كنت فواحد الفيرما بالعربيه هي المزرعه اوكي الوغ تقدروا تمشيو اون فيرم اشنو نقولوا مثلا تقدروا تقولوا لو بروميير جور ولا لو دوزيام جور ولا لو ترويزيام جور ولا لا بروميير سيمين هنا نتوما انا كنعطيكم وانتوما لعبوا كيما بغيتوا لو بروميير جور اون ا فيزيتي اون فيرم افيك دي زانيمو او اون ا فيو يعني اون ا فيزيتي درنا الزياره ديال واحد لا فيرم افيك دي زانيمو افيك دي زانيمو هنا ما كنعنيوش بها انكم مشيتو للفيرما مع الحيوانات مي بلوتو كنعنيو بها انكم مشيتو لا فيرم اللي فيها الحيوانات بعض المرات كتلقاو اون فيرم كتلقاو شي فيرما اللي فيها الحيوانات وبعض المرات كتلقاو فيرما اللي ما فيهاش الحيوانات الوغ هاد لا فيرم اللي مشيتو نتوما تزوروها كانوا فيها الحيوانات الوغ اشنو شفنا اون فافور كيسكو اون افيو فهاد لا فيرم او اون افيو لو فيرمي كي تراي لي فاش اي كي راماسي لي زو فري دون لو بولاي الوغ شنو شفنا لو فيرمي فرقوا ما بين فيرميي و انفيرميي لو فيرميي هو السيد اللي خدام في لا فيرم عندكم فيرم فيرميي وعندكم انفيرميي هو الفرملي اللي كنقولوا ليه حنا الفرملي هو الممرض هذه كتكتب انفيرميي باي ان في الاول وهذه كتكتب فيرميي باش ما تخلطوش بيناتهم لو فيرميي هو السيد اللي خدام في لا فيرم كي تخيي فولو سي لو فيرب تريغ يعني كان كيحل بالبقر qui trayait les vaches et qui ramassait ou quand qui jette les œufs frais dans le poulailler. هنا يا كتلاحظوا باللي مكتوبه اوف ياك ولكن في الجمع البيض في الجمع كيتنطق لي زو الا كان عندكم الا كانت عندكم واحد البيضه كنقولوا ان اوف ولا عندكم البيض بزاف كنقولوا لي زو او بيان دي زو هندوزو دابا اون فوار شنو يمكن لينا نديرو في لا فيرم شنو يمكن لينا ماشي في لا فيرم شنو يمكن لينا نديرو في لا كومباني شنو من الانشطه اللي نقدروا نديرو في العروبيه مثلا روندوني دون لي بوا اون اي بارتي اون روندوني ا شيفال بور ان باركور دون دمي جورني بوندون نوتر روندوني اكيرست باردون نو افون بروفيتي بلينمون دو لا ناتور روندوني ا شيفال شنو هي كتركب على الظهر ديال لو شيفال ستادير كتاخذ العود كتطلع فوق منه وكتمشي كدور فيه يعني كتسارى فيه بحال كدير واحد دوره ولا واحد المساريه فوق الظهر ديال العود فوق الظهر ديال لو شيفال الوغ اون بارتي اون روندوني ا شيفال بوغ ان باركور دون دمي جورني الوغ هنا غادي تقولوا بلي دوزتو نص نهار تقدروا تقولوا دوزتو نهار تقدروا تقولوا دوزتو ساعه لعبوا كيما بغيتوا بالجمله بوندون نوتر روندوني كيرستر نو افون بروفيتي بلينمون دو لا ناتور فوالا فاش كنا راكبين على الظهر ديال لو شوفال استفدنا ولا نو افون بروفيتي بلينمون دو لا ناتور ستادير تمتعنا بلا ناتور بالطبيعه كيفاش دايره حيت كنا كنعرفوا بلي الباديه ولا العروبيه كتكون فيها الخضوره كيكون فيها داكشي طبيعي كيكون داكشي زوين بنادم كيستمتع هذه الحاجه الثانيه اللي تقدروا تكتبوا الحاجه الثالثه تقدروا تقولوا كو فوزافي كوي مثلا ان جولي بوكي دو فلور دي شون شنو غنقولوا غنقولوا باللي مثلا قطفتوا الازهار ولا فوالا مشيتوا لشي بلاصه اللي كان فيها الورد بزاف وبقيتوا كتقطعوا في الورد ولا هذا alors on a ramassé les fleurs dans les champs avec lesquels on a préparé un joli bouquet qu'on a offert à nos parents pour les remercier on a ramassé les fleurs شنو هي ramassé les fleurs جمعنا الورد dans les champs avec lesquels وهذاك الورد اللي جمعتو غادي تقولوا درتو به un bouquet de fleurs bouquet de fleurs هي باقة ديال الورد اللي في الاخر عطيتوها لوالديكم باش تقولوا لهم شكرا
على هاد الخرجه ولا على هاد السفر ولا على هاد لو سيجور لي دوزتو في لا كومباني. هكذا غادي نكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر بيان انكم تكونوا استفدتوا.